أهلا بكم مجددا. وصفت وكالة بلومبرج الاقتصادية الأمريكية التدابير التي يجب أن يتخذها عبد الفتاح السيسي من أجل الحصول على قرض صندوق النقد الدولي بالقاسية. وقالت الوكالة إن السيسي حذر من أن مصر لن تستطيع تأجيل الإجراءات القاسية التي يجب أن تتخذها من أجل إنعاش الاقتصاد. وصرح السيسي بأن المسؤولين المصريين تأخروا كثيرا لاتخاذ مثل هذه الإجراءات الفورية، وأن الإجراءات التدريجية على مدار السنوات الماضية لا يمكن الاستمرار بها. ويرى التقرير أن هذه التصريحات تعد أقوى مؤشر حتى الآن على أن مصر تتجه لتحرير سعر الصرف أو الخفض من قيمته. ولمناقشة هذا الموضوع أرحب بضيفي في الاستوديو مصطفى عبد السلام، رئيس قسم الاقتصاد بصحيفة العربي الجديد. أستاذ مصطفى أهلا بك معنا. هذا هو تقرير بلومبرج الوكالة الاقتصادية الأمريكية، لكن السيسي في تصريحاته مع رؤساء تحرير الصحف والتي كنا نناقشها منذ قليل يقول أنه لا، الجنيه سيحتفظ، أو يشير إلى ذلك، الجنيه سيحتفظ بقيمته وأن هناك نمو وأن هناك تنمية. أين حقيقة المشهد الاقتصادي إذن؟ يعني بداية، لأن في ناس كتيرة بلومبرج أصدرت تقرير مماثل يوم 16 أغسطس وقالت إن السيسي أجهد الاقتصاد وإنه لم يعالج الاقتصاد ولم يعالج، ده استكمال ما حدث اليوم استكمال للمثل عشان الناس تعرف. بس بلومبرج اللي هي بتشكك فيها وبتقول لك أنا عارف إيه، دي بلومبرج دي أكبر مؤسسة عالمية اقتصادية في العالم. يعني دي هذه المؤسسة المستثمرين الدوليين بيستقوا منها أخبارها وبيعتمدوا عليها في بياناتها لاتخاذ قرارات مستقبلية، سواء صناديق الاستثمار، سواء بنوك الاستثمار، سواء المؤسسات الدولية، وبالتالي دي مؤسسة مرموقة. طيب بلومبرج قالت النهاردة، قالت ثلاث أمور. قالت إن أول حاجة إن الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر، الوضع الاقتصادي الحالي لا يمكن أن يستمر. قالت ان في ضغوط شديده على مصر لخفض قيمه الجنيه او تعويمه، وهي طبعا رجحت مساله التعويم. ثالث حاجه واهم حاجه قالت ان الخليج متارجح ما بين دعم مصر او التخلي عنه، ورجحت بشكل قوي ان الخليج هيستمر في دعم مصر لكن بسيناريوهات مختلفه. بمعنى ايه؟ ان قالت ان الخليج لن يستمر في منح مصر مساعدات مجانيه، ودي قالت خلاص انتهى زمن المساعدات والمنح المجانية الخليجية لمصر. طيب قالت ان ده هيتم استبداله بقروض، وان مصر هتحصل على قروض مستقبلية لان بتعتبر بالنسبة لدول الخليج هي اكبر دولة سنية في العالم وهكذا. طيب طرحت عدة سيناريوهات بلومبرج لمرحلة ما بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي أو كتمهيد للصندوق، منها على سبيل المثال تعويم الجنيه، خفض قيمته، التعويم المدار، وطرحت آخر سيناريو قالت لك إن قد يظل الوضع كما هو عليه لسبب واحد بس، إن الـ 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 السيناريوهات مع الحكومات المتعاقبة إنها ممكن بتقول إن أنا هنفذ هنفذ هنفذ، لكن بتخشى ردة فعل الرأي العام، وبالتالي هي بتطرح السيناريو ده بتقول رغم إن السيسي أكد عدة مرات إن هو هينفذ ولن يتردد وإنه مش هيعمل زي السادات والحكومات المتعاقبة، لكن قالت لا، قد يلجأ قد يتراجع تحت ضغط الهبة الشعبية، غضب شعبي، رد فعل عنيف من الشعب. طيب خلينا نسأل الدكتور هشام إبراهيم وهو أستاذ التمويل والاستثمار في جامعة القاهرة. الدكتور هشام أهلا بك معنا. يعني هل يعني تنجح وكالة بلومبرج الاقتصادية الأمريكية في توقعها بأن يتخذ السيسي إجراءات قاسية أو وصف هو بالقاسية من أجل إنعاش الاقتصاد، أم أنه سيتخوف مثل الحكومات السابقة التي كادت أن تنفذ ذلك ولكنها خشت من ردة فعل الرأي العام؟ مساء الخير، حضرتك الصديق الدكتور مصطفى. الواقع العام دي الحقيقة ما بقاش في خيارات التسيير أمام الحكومة المصرية، إما أن تقدم على تنفيذ ما اتفقت عليه مع صندوق النقد الدولي، أو أنه سوف نشاهد مرة أخرى السيناريوهات المتكررة التي تحدث في اليونان. واقع العمل اليونان الحكومات المتعاقبة كانت تكتب الاتفاق ووقت التنفيذ بتتراجع في تحت وطأة ضغوط شعبية. واقع العمل أتصور أن السيناريو أن نبدأ من جديد مع الصندوق سوف يكون الوضع أكثر صعوبة إن لم يكن مستحيل. وبالتالي ليس أمامنا من خيار واحد وهو تطبيق الفعل لما
تم التوافق بشانه، لكن مهم جدا ونحن نتفق على انه اي صراع اقتصادي له تكلفه مهمه، وهي الحكومه بتطبق او بتخرج هذه الكتيبه عن تقريبها في اطار من العداله ان يتحملها الاغنياء وليس الفقراء. واقع الامر تخفيض قيمه الجنيه اكرر مره اخرى انه يؤدي لمعدود موجه تضخميه عنيفه للغايه، المواطن اصبح يئن من ارتفاع الاسعار. اتصور انه مع اي تحركات اخرى للاسعار سوف يكون هناك رد فعل شعبي كبير، وبالتالي مهم جدا انه نتخذ القرارات السليمه، لانه مساله ان تقدم الخدمات بدعم اتصور انه هذا الامر يتنافى مع المبادئ الاقتصاديه. اتصور انه مهم جدا ان تقدم الفرع والخدمات بتكلفتها الحقيقيه، وان تقوم الحكومه بالدور اللي يجب عليها ان تقوم به من شان امداد مظله الشاغلين والضمان الاجتماعي كي تشمل محدود الدخل. هذا هو التحدي الكبير امام الحكومه المصريه، واتصور انه ليس امامها من خيارات كثيره في هذا الشان. طيب خلينا نتحول إلى زميلة حياة اليماني تعرض علينا عددا من تعليقات مشاهدين على مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الشأن. إليك حياة مرة أخرى. نعم أيمن، كنا قد طرحنا عليكم مشاهدين سؤالا بشأن تقرير بلومبرج والمتعلق بالإجراءات والمتعلقة بقرض صندوق النقد الدولي. أسماء الحسيني تقول شروط صندوق النقد صعبة وقاسية ومستحيل أن يتحملها الشعب المصري في تلك الظروف القاسية والاقتصادية الصعبة وارتفاع نسبة معدلات الفقر، بينما بكري يقول سيتحمل الشعب المصري أي شيء حتى يفوت الفرصة على الخونة والمتآمرين داخل مصر وخارجها، بينما أبو عمر يقول له الشعب المصري يتحمل كل شيء باستثناء الحرية والكرامة فهو لم يعتاد عليها، وهذا رأيه. محمد يقول الشعب خلاص مات من الجوع ومش قادر يقاوم الأسعار، بينما نرمين تقول الشعب ده هيفضل منتظر اللي يجيب له حقه، وأكتر حاجة ممكن يعملها يدوس على اللي أضعف منه. محمد يقول إحنا كشعب مصري ما حدش يقدر يشترط علينا، إحنا نقدر نجيب القرض ده بفلوسنا، إحنا الرئيس بتاعنا، ولو حب يجيب القرض يجيبه، هو بس يبعت كاتبتين يجيبوه في الشوال. لا أعرف إن كان يسخر أم يتحدث بشكل جاد. رزان تقول يا ما دقت على الراس طبول نقدر نتحمل ونص. بينما عبر تويتر الرشيد يقول بالطبع لا، ولكن ليس بجديد على الشعب المصري الفقر والمعاناة. حساب سمر يقول هنتخب السيسي تاني علشان عمل لنا قناة السويس وبعدها على طول اقترض من صندوق النقد الدولي. بينما محمد نجا يقول عليه العوض منه العوض، طلبات وشروط صندوق النقد الدولي حتما سوف تؤدي بنا إلى الهاوية. وهذه كما ترى أيمن التعليقات بين من يسخر وبين من يرى أن هذه الشروط قاسية وبين من يرى أنه الشعب المصري يستطيع توفير كل ما يريده السيسي. شكرا لك حياة ولكل متابعيك. بالعودة إلى الأستاذ مصطفى عبد السلام رئيس قسم الاقتصاد في صحيفة العربي الجديد. أستاذ مصطفى، يعني هناك أناس يقولون أنه لابد من تحمل الحالة التي تمر بها مصر وأنهم مستعدين لتكلفة هذه المرحلة، بينما هناك أناس يقول لماذا نتحمل بينما هناك قطاعات من الشعب تعيش في طرف من العيش. هناك من يتخذ الموضوع بسخرية وأن الموضوع يعني يحوله إلى دراما سياسية. أي شواهد أقرب إلى الخريطة الاقتصادية؟ طيب خلينا هلا حياتك حاجة، إيه اللي بيحصل حاليا دلوقتي عشان بس الناس تفهم دلوقتي؟ خلاص مصر خدت موافقة مبدئية بالحصول على قرض 12 مليار دولار. من ضمن الشروط اللي حطها صندوق النقد الدولي ان لازم مصر تدبر قروض او سيوله تضاف للاحتياطي قبل انا ما امنحها الشريحه الاولى اللي هي من 6 ل 8 مليار دولار. وزير الماليه ومحافظ البنك المركزي الان في لندن بيحاولوا يقترضوا حوالي من 3 ل 5 مليار عن طريق قروض سندات دوليه، كويس؟ والامارات وافقت اول امس على مليار دولار، وفي 2 مليار دولار جايين من السعوديه. طيب انت عليك خلال العام الجاري ده حوالي 4.4 مليار دولار لازم تسددها، وبالتالي هتسحب جزء. طيب انت دخلت في دوامه، وزي ما الدكتور هشام بيقول ان الدوامه دي لو انت خفضت قيمه الجنيه او طبعا لجأت للتعويم وده مساله في منتهى الخطوره، هيحصل ارتفاعات في الاسعار وبالتالي هيرفع زياده في الدين المحلي. مش بيؤكد انه مش هيعوم الجنيه السيسي ونظامه يعني. بص كل التقارير، شوف التقارير اللي صدر النهارده، بلومبرج بتتوقع تعويم الجنيه بس طبعا حط عده سيناريوهات، تعويم مطلق، تعويم مدار، او ضعف للجنيه. هيرمس النهارده بتقول ان احنا هنعوم الجنيه خلال اسابيع،
وقايلة نصا أن قد يحدث ذلك قبل سبتمبر الماضي. بس طبعا ده مسألة خطرة جدا، لأن التعويم بدون احتياطي ضخم جدا هيأدي لك لاشتعال شديد في الأسعار. خلاص أنت بتخلي سعر الدولار عرض وطلب، النهاردة بعشرة جنيه، بكرة بخمستاشر، بكرة بتسعة، وبالتالي ده بيضغط بشكل مستمر على المواطن نفسه. السيسي نفسه قال ان في اجراءات تقشفيه. النهارده بولمبرج بتتحدث عن خفض جديد، رفع جديد لاسعار الكهرباء، عندك المترو، عندك تطبيق قيمه الضريبه المضافه اللي هي حوالي 14%، ثم اسعار الوقود اللي هي امبارح تحدثت عنها وكاله رويترز، قالت ان خلاص ان الحكومه هتلغي دعم الوقود نهائيا خلال 3 سنين. بالعودة إلى دكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار في جامعة القاهرة. دكتور هشام، أيضا يعني هناك رهان من النظام الحالي والحكومة المصرية على أن توقيع الاتفاق المبدئي لقرض صندوق النقد الدولي هذا سيكون صك ثقة للمستثمر الأجنبي. هل من الممكن أن تعود ثقة المستثمر لمجرد حصول مصر على هذا القرض أو التوافق المبدئي عليه، أم أن هناك يعني عوامل أخرى تتحكم في هذا الشأن؟ لا، هو بالتأكيد الثقة ليست مطلقة. الثقة سوف تكون مرتبطة بمدى الإنجاز في تحقيق الاتفاق الذي أدرنا في ما بين الجانبين. وكمان هناك مجال في بعض الامور الاجرائيه، موافقه المجلس التنفيذي للصندوق، تصديق البرلمان المصري، لكن حتى ايضا بعد اخذ هذين الاجراءين مهم انه يكون في تنفيذ فعلي للبرنامج هيكون مرتبط بتقديم شرائح من الصندوق. عادة درجة الثقة من جانب المستثمرين ومؤسسات الأمانة هتكون مرتبطة بمدى التنفيذ، يعني لا نتوقع أنه بمجرد التوقيع على هذا الاتفاق سوف يكون هناك سيل من الاستثمارات سوف تتدفق إلى اقتصاد مصر. واقع الأمر أنه سوف يرتبط هذا بمدى التقدم في التنفيذ. خلينا نشير إلى أنه التقدم في التنفيذ هذا برنامج مرتبط بشق قد يكون اجتماعي في الأساس، لأنه الإجراءات المزمع اتخاذها كان ما يتعلق به تخفيض قيمة الجنيه أو التحرك اللي الحقيقة ما زالت حتى هذه الحكومة تتخوف منه كثيرا، هو ما يتعلق بتحريك أسعار المشتقات البترولية، خاصة إنه سعر النفط المبلغ في موازنة العمل للدولة أو المقيم على أساسه موازنة دعم الطاقة هو 40 دولار، بالتالي كلما يرتفع سعر جنيه النفط فوق هذا المستوى بالتأكيد ده بيزيد من عجز الموازنة، والمهم إنه الحكومة تاخذ إجراءات في سبيل عدم تفاقم عجز الموازنه، لانه بالتاكيد كل رفع في اسعار النفط بينعكس بمزيد من العجز في الموازنه العامه للدوله. فالحقيقه القرارين الاصعب من وجهه نظري هو تحريك لسعر الفرق، التطور سوف يضغط مش بس على المواطن لكن سوف يضغط على عدد من القطاعات الاقتصاديه اللي بالتاكيد بتعاني بشده، لا سيما قطاع الادويه اللي هي كل مستجداته ياتي بها في النقد الاجنبي، واسعار منتجاته بتحدد من قبل وزاره الصحه، هذا القطاع بيواجه مشاكل عنيفه، وايضا مساله تحريك اسعار المشتقات البتروليه، التطور المصارف يؤدي الى مواجهه تضخميه عنيفه للغايه، وبالتالي المساله الى اي مدى سوف تقوم الحكومه باتخاذ هذا الاجراء وتتجنب رد فعل شعب عنيف، لكن مهم جدا انه مدى توافق او موافقه المواطن على هذه الاجراءات سوف يكون مرتبط بدرجه ثقه المواطن في الاقتصاد وفي الحكومه، لانه اعتقد في الوقت الحالي ليس هناك درجه ثقه كبيره من جانب المواطن في الحكومه المصريه حاليا، واتصور انه هيكون في رد فعل من جراء اي خطوه اصلاحيه سوف تقوم بها الحكومه، لانه الحقيقه حجم ما اثير بشان الحكومه وعدد من الوزراء وعمليات فساد كبيره للغايه، اتصور انه بتقف عائق امام قدره هذه الحكومه على تنفيذ هذه الاجراءات الاصلاحيه. طيب بالعوده للاستاذ مصطفى عبد السلام، استاذ مصطفى، يعني التقرير بلومبرج الاقتصاديه شدد على ان البرنامج الحكومي من اجل الحصول على القرض بيتضمن خطط لفرض ضريبه القيمه المضافه، صحيح، رفع الدعم عن الكهرباء، تخفيض الانفاق العام. ده من الممكن ان يمس المواطن، في حين ان الحكومه المصريه والسيسي يؤكدان دائما ان المواطن المصري البسيط اللي هما محدود الدخل والمتوسط ده سيكون بعيدا تماما عن اي اجراءات قاسيه. طيب خليني بس بالراحه كده، لان احنا بنسمع كلام الحكومه اقرب للوهم. كويس، انت الحكومه لما قالت تحدثت عن برنامج اصلاح اقتصادي قالت ان هو لصالح المواطن. طب تعالى شوف الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، الـ الـ الاموال اللي هتيجي من الصندوق هتروح فين؟ هتسدد جزء من عجز الموازنه، هتروح مرتبات للموظفين، هتروح خدمه للدين المحلي تقلله. طيب فين دلوقتي الـ المرتبط بالمواطن؟ هل هناخد جزء من هذه القروض
نخفض بها اسعار الكهرباء مش هيحصل. هل هناخد جزء من القروض نعمل نخفض ميه، نخفض مشتقات بتروليه زي البنزين؟ مش هيحصل. يعني قلت من قبل انه العيب ليس في الاقتراض ولكن في توظيف هذا الاقتراض يا سيدي من اجل التنميه والنمو. انت بتقترض لتسدد عجز في الموازنه، كويس، ناتج عن ان تراجع ايراداتك من النقد الاجنبي. وهم ان حكايه ان المواطن هيستفيد من القصه دي كلها، بالعكس، ده المواطن هيتحمل الجزء الاكبر، يمكن الفاتوره الاكبر لهذه المساله. هوري لك الدكتور هشام كويس اتكلم عن فساد القمح. تعرف ان فساد القمح القضيه الاخيره، الاجهزه الرقابيه تحدثت عن 1.1 مليار جنيه ضاعت على الدوله في القضيه الاخيره اللي هو متورط فيها وزير التموين. 1.1 مليار. تتخيل انك انت مليار طن قمح اختفت من الصوامع. ناقشنا هذا بالتفصيل مع انت لما تيجي تتكلم عن عجز موازنه، تدي اول امبارح رئيس الوزراء وافق على منح 100 مليون جنيه من الموازنه العامه للدوله لصندوق علاج القضاء، وفي يعني قانون جديد ان هو يفرض رسوم 10 جنيه على اي مواطن يتعامل مع اي جهه حكوميه وبالتالي انت بتتكلم على حكومه تبذر هنا وتقتر على الناس وتفرض ضرائب وترفع اسعار كهرباء بشكل هلامي، وبالتالي المواطن هيستفيد ايه؟ طيب نسال السؤال بشكل عكسي للدكتور هشام ابراهيم استاذ التمويل والاستثمار في جامعه القاهره. دكتور هشام، ماذا لو لم تتم هذه الاتفاقيه؟ هناك اتفاق مبدئي على الاقتراض 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، ماذا لو لم تتم هذه العمليه؟ لا اتصور مساله تجميع المبلغ المقدر 5 6 مليار ده لن تكون صعبه في ظل انه طرح السندات بيتم للاسف الشديد بتكلفه عاليه للغايه. بنسبة حاجات 6% وبالتالي اتصور ان 6% دي الاعلى يمكن من بين السندات اللي بتطرح في العالم، وبالتالي تغطيتها اتصور انه هيكون جيد. لكن الحقيقه المساله اللي تشغلني حضرتك تتحدث عن ما سوف يحدث عقب التوقيع على الاتفاقيه، وبالرغم الحقيقه انا ما زلت متشكك كثيرا ليس من تصديق المجلس التنفيذي للصندوق، لكن الحقيقه متخوف من تصديق البرلمان المصري على هذه الاتفاقيه، خاصه انه البرلمان واعضائه وجزء مهم منه ما زال بيتم اسلحته في مواجهه الحكومه. واتصور انه هيكون هناك في مزيد من العراقيل في سبيل التصديق على هذه الاتفاقيه من قبل البرلمان المصري، وبالتالي هي دي نقطه البدايه اللي اتصور لو تم تخطيها يمكن ان يكون هناك مزيد من الثقه في تطبيق او الوصول لمراحل اخرى، لكن نقطه البدايه في حد ذاتها الحقيقه انا ما زلت بعد انها عائق كبير، لان الحقيقه ما اراه من عدد كبير من اعضاء البرلمان انهم الحقيقه غير راضيين عن الحكومه، والحقيقه منتظرين بفارغ الصبر هذه الاتفاقيه كي تعرض عليهم، لان الواقع العربي الحكومه المصريه لم تبدا بعد هذه الاتفاقيه من جانبها على البرلمان، وبالتالي البرلمان في انتظار هذه الاتفاقيه كي يطلع على بنودها. الحقيقه الامر اللي غاب عن في اطار من عدم الشفافيه الواضحه من جانب الحكومه في اعلام البرلمان بما هو مضمن في هذه الاتفاقيه، كان مهم جدا ان اعضاء البرلمان يكونوا على عين وان يتواصلوا مع بعثة صندوق النقد، هذا لم يحدث، وبالتالي اتصور انه نقطه البدايه حتى ما زال فيها شكوك كبيره. شكرا جزيلا لك دكتور هشام ابراهيم استاذ التمويل والاستثمار في جامعه القاهره، وشكرا موصول لضيفي في الاستوديو مصطفى عبد السلام رئيس قسم الاقتصاد في صحيفه العربي الجديد، شكرا جزيلا لكما. فاصل قصير تلتقيكم بعده هو زميلة سارة رأفت وباقي فقرات النافذة.